فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الخطباء وغيرهم يقولون في أثناء الخطبة: قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يتلو الآية، فهل يجوز ذلك؟ لا بأس، لا بأس بذلك، لأن الذي يقول أعوذ بالله هو القارئ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز تلاوة، هل يجوز قرأت القرآن فاستعذ بالله عملا بالآية، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. نعم.